تمرين الأول من تمرين الوتر الثالث. هنبدأ التمرين بتمرين مفهوش غير النغمتين بتوع الوتر دوت، اللي هما الجي والاي. الجي اللي هي الخط الثاني من تحت، والاي المسافة الثانية من تحت. طيب التمرين سهل، بس عشان نبدأ نتعرف على النغمتين الجداد، مفهوش غير بلانش أو نوار كعلامات إيقاعية، والميزان 4 على 4. نبدأه على سرعة أبطأ من كده شوية ونسمعه مرة الأول. زي ما انتوا شايفين الدنيا سهلة، هما نغمتين. تعالوا نقراهم مع بعض. جي اي جي اي جي اي جي 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 اي 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 جي اي اي جي جي اي جي جي. ما لخبطش نفسي وانا بعزف. الجي هي الاوبن والاي هو الفريت التاني، وتعالوا نشوف لما نعزفه في العمل هيبقى شكله عامل ازاي. 1 2 3 4. Thank you.